السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة لتحقيق أرباح جيدة من اليوتيوب. هذه الطريقة إخواني حصرية وجديدة، أرجو من منكم أن تتابعوا وتركزوا جيدا. سأقدم لكم طريقة إخواني ستنفعك وستحقق منها أرباح جيدة. فقط ما نحتاجه منكم الدعم إخواني وإيصال هذا الفيديو إلى 500 لايك لأقدم لكم الكورس المدفوع إن شاء الله مجانا في هذه القناة للربح من الأفلييت بالتفصيل. فقط الشروط هي إيصال هذا الفيديو إلى 500 لايك. نبدأ الشرح على بركة الله، ولكن إخواني لا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إخواني. أيضا مرحبا دائما بمتابعينا الجدد، ونتوجه للشرح على بركة الله. أول شيء إخواني أننا سنربح من اليوتيوب أكثر من 6000 دولار بطريقة بسيطة لم تشرح من قبل. أول شيء وهي الخطوات التي سنقوم بها. أعلم أن الجميع يتساءل كيف سنحقق 6000 دولار بهذه الطريقة البسيطة، ومباشرة إخواني ستتوجه أو يأتيك التساؤل كيف ستحقق 6000 دولار من اليوتيوب، من أدسنس، إعلانات أدسنس، أو من الأفيليات، أو من الطريقة الجديدة أو المبتكرة أو الحصرية التي سأشرحها لك في آخر الفيديو. يعني فيديو اليوم إخواني مبني على هذه الخطوة الأخيرة. تابع معي لكي تفهم كيف ستعمل، وسأقدم لك نصائح يجب عليك أن تحترمها وتأخذها بعين الاعتبار. لماذا؟ لأن كل خطوة مهمة. ثاني شيء إخواني، من هذه الطريقة تستطيع الربح من اليوتيوب، وستحقق 4000 ساعة و1000 مشترك في وقت قياسي. أيضا إخواني إن أردت وضع رابط أفيليات أو كنت مهتم بمجال تسويق بالعمولة، تستطيع العمل بها ووضع رابط أفيليات في الفيديو الخاص بك، لأن اليوتيوب تقريبا 20 مليار زيارة شهرية. والشيء الجيد إخواني هنا، عفوا، الجيد في هذا في هذه الطريقة هي أنك ستقوم بعمل فيديو كل أسبوع فقط. فيديو يكفي كل أسبوع. تحتاج برنامج إخواني سواء كامتازيا أو أي برنامج، سأترك لك رابط تحميل مجانا. أيضا تحتاج فيديوهات بدون حقوق، وموسيقى بدون حقوق، وكيفية التعديل ببساطة، أي مبتدئ سيعدل على الفيديو بطريقة بسيطة. يعني لن تنشئ الفيديو، لن تقوم بالتحدث في اليوتيوب، لن تقوم بتصوير نفسك أو أي شيء، فقط كل شيء مجانا. وسأريك دليل كيف يعمل أشخاص على هذه الطريقة بالدليل أخي أختي. أول شيء إخواني أننا سنتوجه إلى محرك البحث اليوتيوب، ونبحث إخواني عن Relaxing White Noise. كما تشاهدون هذه القناة إخواني، الفيديوهات التي تقوم بوضعها هذه القناة كل أسبوع تضع فيديو، شاهد، منذ أسبوع، منذ أسبوع، منذ أسبوعين، يعني بمعدل كل أسبوع تقوم بوضع فيديو جيد. الفيديوهات إخواني منذ 17 ساعة 4000 ساعة. الجميع يتساءل، شاهد، عدد الساعات في الفيديو. سهل جدا إنشاء فيديو في 10 ساعات بطريقة بسيطة. أنت بما أن الأنترنت تكون مثلا ضعيفة أو أي شيء، يكفيك وضع فيديو فيه ساعة فقط، يكفيك ساعة في هذه الفيديوهات. مثل هذه القنوات إخواني كبيرة تضع 10000 ساعة، سرعة الأنترنت عندهم قوية لتحميل الفيديو في اليوتيوب، وأيضا في من فيديو واحد يحقق شروط الربح من اليوتيوب، وهي 4000 ساعة في آخر عام، وأيضا 1000 مشترك. هنا الفيديو كما تشاهدون، مثلا هذا الفيديو إخواني عندما تضغط على أوبن ستشاهد أن الفيديو عبارة عن صورة فقط وأيضا صوت بدون حقوق لكي ينام الأطفال، كما تشاهدون، خاص بمثلا الأطفال. هنا سنقوم بترجمة العنوان، فيديو مساعدة طفلك لكي ينام، أو مثلا فيديوهات خاصة برولاكس رين الأمطار أو أي شيء إخواني. شاهد إعلان إخواني، هنا إعلان يعني مقبول في اليوتيوب. مثل هذه القنوات إخواني تقبل في اليوتيوب وتحقق منها إعلانات، وإذا لم تقبل في اليوتيوب إخواني تستطيع التواصل معي، يوجد بارتنر، شريك لأدسنس أو لليوتيوب عفوا،
تستطيع الربح منه هو يدفع لك باي بال. هذه فقط تواصل معي سأريك أفضل بارتنر للربح من اليوتيوب بدون أدسنس، ولكن هذه القنوات مقبولة في أدسنس. جيد، الطريقة الأولى كما فهمتم أنها مقبولة في أدسنس. أيضا تستطيع وضع رابط أفيليت هنا إخواني في الأسفل، مثلا الترويج لأي كتاب أو لأي منتج أو الإعلان لشخص ما كما تشاهدون. تستطيع وضع أي رابط هنا والترويج لكتاب مثلا تقوم ببيعه، خاص بالأطفال، خاص برولاكسين، أي شيء إخواني، أو منتج يساعد في شيء ما تستطيع وضعه هنا، ستأتيك الزيارة. الآن إخواني الشيء المهم هو أننا كملاحظة أنك إنشاء قناة يوتيوب تستطيع إخواني من إيميل واحد إنشاء آلاف القنوات، شرحتها من قبل، سأترك لك فيديو كيف ستنشئ من جيميل واحد آلاف قنوات، أو تقوم بعمل جيميل خاص بك تقوم بإنشاء فيه آلاف القنوات. ثم إخواني الجميع تسأل من أين سنأتي بالموسيقى، سأترك لك هذين الموقعين إخواني، الموقع الأول والموقع الثاني. تحمل الموسيقى كما تريد، فقط تبحث هنا مثلا راين صوت الأمطار هكذا إخواني، وتبحث على أي شيء مثلا رولاكسينج، شاهد إخواني صوت الأمطار، تضغط على بحث، وهنا إخواني ستجد التحميلات أو أفضل الموسيقى. هنا إخواني تضغط مثلا على هذا الصوت، تستطيع سماعه، شاهد، وتستطيع لوجين تو داون، تستطيع تحميله مجانا هنا، فقط يكفيك التسجيل. سأقوم بفتح حساب في دقيقة وأعود إليكم. طريقة تسجيل إخواني سهلة، تضغط على ريجيستر وتقوم بملء البيانات ثم كرييت أكاونت، بعدها ستقوم بفتح حساب وتستطيع تحميل أي شيء تريده منها. ولا تنسى إخواني تفعيل الموقع الخاص بك بالضغط على رابط سيأتيك في الجيميل الخاص بك، بعدها مباشرة ستتوجه إلى الموقع الخاص بك، وهنا تستطيع كما قلت لكم كتابة أي شيء رين، وتقوم بالبحث على أي شيء إخواني، تضغط هنا، تقوم بالتحميل بالضغط على لوجين هنا، جيد، هكذا داونلود ستجده هنا. الشيء الجيد إخواني أنه يقدم لك أيضا كلمات تستطيع استعمالها ككلمات مفتاحية في الفيديو الخاص بك. هنا ستحمل إخواني الصوت أو الموسيقى بدون حقوق بدون أي شيء إخواني، كما تشاهدون يتم تحميلها الآن. نفس الشيء إخواني بالنسبة لهذا الموقع، اختر أي شيء تريد تحميله، تستطيع سماع من هنا، تستطيع التحميل من هنا، يعني إخواني شيء بسيط، أو موقعين يوجد فيهم آلاف الموسيقى آلاف الصوت بدون حقوق. الآن الخطوة الثانية وهي أننا نبحث عن فيديوهات، مواقع مجانية لتحميل الفيديو. يوجد إخواني هذا الموقع تستطيع تحميل منه الفيديوهات، فقط اكتب أي شيء تريده، وخاصة رولاكسينج جيم أو عفوا رين، ستجد فيديوهات كثيرة تستطيع تحميلها كما تشاهدون. أو موقع المشهور بيكسلز، فهو موقع جيد، قم بكتابة رين، تستطيع وضع فيديو هذه الكلمة المفتاحية هنا وتحميل أي فيديو مثلا، تستطيع أيضا تغيير الفورما خاصة باليوتيوب هكذا، وستجد فيديوهات كثير الكثير من الفيديوهات، مثلا هذا الفيديو تضغط هنا وتضغط على فري تو داونلود، هنا ستجد أن الفيديو مباشرة يتم تنزيله هنا، ننتظر قليلا فقط، تم تنزيل الفيديو كما تشاهدون. نسيت خطوة إخواني مهمة، أنك ستشاهد مثل هذه القناة إخواني كم تربح من اليوتيوب فقط عندما نقوم بفحصها، في نأخذ رابط القناة ونضعها هنا كما تشاهدون، رولاكسينج وايت نواز، هنا ستجد أن القناة تتحصل على مشاهدات خرافية، وأيضا اشتراكات تصل إلى 10,000، وأيضا إخواني أرباح، متوسط الأرباح شهريا 6,000 إلى 95,000 دولار شهريا، يعني إخواني إذا كانت هذه الشركة هذه القناة تعمل فقط مع البارتنر من البارتنر، فستحصل إخواني أرباح لا بأس بها تصل إلى 3,000 أو 4,000 شهريا من البارتنر، وإذا كانت من أدسنس فإخواني هنا تصل إلى أكثر من 6,000 إخواني شهريا، شاهد الأرباح يوميا 200 دولار
$200 $197 يعني أرباح خرافية، وأيضا في تصاعد والتفاعل جيد، شاهد عدد السبسكرايبر كما تشاهدون قوي جدا. يعني تقوم ب كنصيحة كل أسبوع تضع فيديو، أو في بداية الأمر كل أسبوع تضع فيديوهين واترك القناة، مع الوقت ستحقق لك في شهر شروط الربح من اليوتيوب. بعد تحميل إخواني الفيديو والموسيقى، حملنا الموسيقى إخواني، حملنا الفيديو، الآن سنقوم بتعديل فيديو، سنقوم بتعديله من برنامج كامتازيا إخواني. سأترك لكم رابط هذا الموقع إخواني، تستطيعون تحميل منه كامتازيا أو برامج أخرى مدفوعة مجانا، مثلا كامتازيا تضغط هنا. طريق تحميل إخواني يشرحها لك هنا كما تشاهدون، تنزل إلى الأسفل How to install، تستطيع الضغط هنا ومشاهدة كيف ستقوم ب تقوم بتثبيت كامتازيا بكل شيء في هذا الفيديو، أو التحميل تضغط على داونلود وستوجه مباشرة إخواني إلى التحميل كما تشاهدون، سيظهر لك هنا. جيد، الآن حملنا كامتازيا، الآن سنقوم بالتعديل. تفتح كامتازيا بطريقة عادية، أول شيء إخواني تستطيع الضغط على فيشي أو امبورتي ان إليمون، تقوم بالضغط هنا وتوجه إلى التحميلات هنا، مثلا هنا التحميلات سأختار هنا أول شيء الفيديو، أضغط على الفيديو وأيضا الموسيقى. جيد، أضغط على أوفرير. قبل وضع الفيديو والموسيقى نقوم بالتوجه إلى هذه الخانة إخواني، هنا هذه الخانة، أضغط هنا وأضغط على باراماتر، ثم أختار الدقة 1920 في 1080. ستجد الكثير من الدقات إخواني، الـ4K موجودة، لكن نحن سنقوم بتحميل فيديو بسيط HD فقط، وأضغط على 60 أبليكي. جيد، الآن أضغط على أجوتي هنا بزر فأرى أيمن، أقوم بإضافة الفيديو وأيضا أقوم بإضافة الصوت نفس الطريقة. أستطيع التصغير من هنا للتعديل على الفيديو، وهنا شيء مهم، تضغط على الفيديو، تضغط بزر الفأرة الأيمن وتضغط على سيباري لوديو. جيد، هنا قمنا بفصل الصوت عن الفيديو، الصوت الأصلي للفيديو، أقوم بحذفه إخواني بالضغط على سيبريمي لا أحتاجه، والآن أصغر وأعدل كما أريد هنا بهذه العلامة. هنا إخواني أقوم بنسخ، ضغط بزر الفأرة الأيمن وأضغط على كوبي، أقوم بوضعها مرة أخرى هنا، وأيضا كولي هنا وكولي هنا، أقوم بربط الفيديوهات مرة أخرى، أضغط بزر الفأرة بدون نزع إخواني الأصبع على زر الفأرة الأيسر، وأحدد كل شيء إخواني، وأضغط على كوبي وأقوم بوضع كولي. شاهد إخواني الوقت كيف يزداد، أيضا هنا كولي كما تشاهدون الوقت 5 دقائق، أستطيع تعليم كل شيء والضغط على كوبي، وهنا كما تشاهدون أستطيع التصغير كما أريد وأضغط على كولي مرة أخرى، شاهد الوقت كيف، تستطيع وضع آلاف فيديو فيه 10 ساعات 20 ساعة كما تريد. عندما أريد العودة أستطيع العودة من هنا فقط. أنا سأقوم بإنشاء فيديو لمدة مثلا سيبريمي لمدة 2 دقيقة فقط إخواني، هنا أضغط على كوبي. جيد، كولي مرة أخرى، هنا أستطيع إضافة نسخ الصوت مرة أخرى والضغط على كولي. هنا أستطيع أيضا قص إخواني الصوت، مثلا أريد قص الصوت إلى غاية هنا، أضغط على هذه العلامة ثم أضغط هنا كي تظهر باللون الأصفر وأقوم بحذفها. جيد، الآن هذا هو الفيديو الخاص بنا، شاهد كيف سيظهر. هنا أستطيع إنقاص الصوت، إضافة الصوت كما هو، التعديل كما أريد إخواني، أو الضغط على العودة، كل شيء تستطيع التعديل عليه إخواني، تستطيع إضافة لوجو، تستطيع أي شيء إخواني بالضغط على هذه الأيقونة، أو أيضا هنا تستطيع تعديل أي شيء، مثلا بين كل فيديو وفيديو، بين كل فيديو وفيديو أضيف هذه. جيد، شاهد هنا كيف سيصبح هكذا. بعدها إخواني أريد تحميل الفيديو، أضغط هنا على بارتاج فيشي وأوكي، وهنا إخواني أضغط على سويفون
أيضا مرة أخرى هنا العنوان مثلا relaxing جيد مثلا rain وأضغط على جيد. الآن الفيديو كما تشاهدون سيتم تحميله. بعد تحميل الفيديو إخواني الآن يجب أن أقوم بوضعه في قناة يوتيوب. كما تشاهدون إخواني تم تحميل الفيديو، هكذا سيظهر فيديو جيد جيد. الآن ماذا سنفعل؟ ببساطة إخواني سأريكم كيف ستقومون بإنشاء قناة. هنا تضغط على ترميني والخروج، تضغط على نو. الآن نعود إلى القناة الخاصة بي كما تشاهدون هذه القناة. أريد إنشاء قناة أخرى، يكفيني الضغط هنا إخواني ببساطة، ثم الضغط على سيتينج، ثم الضغط على أد مانج يور شانل، وهنا أستطيع إنشاء آلاف قنوات كما تشاهدون. أضغط على كرييت شانل وأقوم بإنشاء آلاف قنوات. أنا لدي قناة إخواني كما تشاهدون، أستطيع الدخول إليها وتحميل أي فيديو. سليب أند ريلاكسينج، أضغط هنا وهنا ستظهر القنوات الخاصة بي. أضغط هنا برودكت سليب أند ريلاكسينج، جيد. سأدخل إلى هذه القناة لأقوم بتحميل الفيديو فيها. هنا كما تشاهدون إخواني القناة لا يوجد فيها أي فيديو، أستطيع تحميل فيديو بالضغط على هذه العلامة من هنا. أنا أشرح للمبتدئين، ننتظر قليلا فقط، بعدها يظهر لي هذا الخيار. أضغط على هنا ثم أختار الفيديو، سأجده في كامتازيا هنا، هذا هو الفيديو. أضغط على أوفرير، جيد. أنتظر إخواني. الآن طريقة بسيطة، أول شيء العنوان، تستطيع في بداية الأمر اختيار العناوين إخواني من القناة بحد ذاتها، تعود إلى القنوات الكبيرة وتختار مثلا هذا الفيديو، تقوم بتشبيه العنوان بالعنوان الذي حقق مشاهدات كثيرة كما تشاهدون 25,000 منذ 4 أيام. أقوم بأخذ العنوان وتغييره قليلا فقط إخواني لكي يظهر في نتائج البحث، هذه المعلومة الأولى. نقوم بوضعه هنا، وتستطيع التغيير إخواني مثلا حذف هذه، أيضا حذف water، جيد، for sleeping هنا مثلا 2021. وهنا في الديسكريبشن في بداية الأمر أول شيء إخواني قم بوضع ديسكريبشن بسيط فقط، مثلا تنسخ هذا الديسكريبشن قريب من القنوات الكبيرة، هذا الديسكريبشن أقوم بنسخه ووضعه في القناة، باست، جيد. هنا الشيء المهم وهو الهاشتاج، أيضا تقوم بوضع علامة الهاشتاج هكذا، وتقوم بوضع الكلمة المفتاحية كهاشتاج هنا، كوبي أقوم بوضعه هنا، وتقوم بحذف المسافة أو وضع هذه العلامة لكي يظهر هذا الهاشتاج. أيضا الكلمات المفتاحية إخواني، الصورة المصغرة، يجب أن تقوم بوضع الصورة المصغرة، فهذا شيء جيد، واحتمالية الضغط على الفيديو خاص بك. وهنا تعلم على هذا الخيار الثاني، ثم تقوم بإضافة الكلمات المفتاحية، تقوم بنسخها من هنا فقط، قم بتحميل إضافة تيب بودي وستقدم لك الكلمات هنا كما تشاهدون. أضغط على كوبي وكوبي لنسخ الكلمات، أقوى الكلمات المفتاحية، أقوم بوضعها هنا باست. الآن قمنا بوضع الكلمات المفتاحية، يكفينا فقط انتظار إلى أن يتم معالجة الفيديو كما تشاهدون هنا. لدينا 19 دقيقة ويتم تحميل الفيديو. أعود إلى الآن بعد تكبير القناة الخاص بك ووضع فيديوهات إخواني أسبوعيا، ماذا ستفعل أخي أختي؟ نتوجه إلى طريقة ربط القناة. قلت لكم إخواني أن الطريقة الأخيرة هي حصرية. الطريقة الأولى سهلة والجميع يعرفها، الربح من اليوتيوب، تقوم بوضع عند وضع فيديوهات عند تحقيق شرط ستربح. وضع رابط أفيليت، تستطيع اشتراك في أي شركة أفيليت، تأخذ الرابط مثلا، تقوم بكتابة رولاكس هنا، وتقوم ببحث على منتجات لها علاقة بالرولاكس مثلا إخواني، وتقوم بوضع رابط الأفيليت أسفل الديسكريبشن
سيقوم بشرائه المتابعين أو الأشخاص الذين يتابعون القناة الخاص بك أو كتاب تقوم ببيعه. الطريقة الثالثة وهي عن طريق إخواني بيع قنوات يوتيوب، تقوم بتكبير قنوات مثلا في شهر تقوم بالعمل على 4 قنوات، كل يوم تقوم بوضع فيديو في قناة، تقوم بتكبير القنوات 4 وتتوجه إلى هذا الموقع إخواني. هذا الموقع أشخاص كثر إخواني يقومون ببيع قنوات اليوتيوب هنا، شاهد هنا بيع قنوات اليوتيوب فقط مثلا عندما تحصل على 3000 مشترك، 11000 مشترك، والنيتش الذي استهدفناه إخواني الاشتراكات، عندما تقوم بوضع أكثر من 10 فيديوهات أو 20 فيديو ستنفجر القناة الخاصة بك، وبعدها ستحقق كل يوم أكثر من 1000 مشترك، في اليوم تحصل على أكثر من 1000 مشترك. كمثال إخواني اخترت هذه القناة كما تشاهدون، ستشاهد الثمن الخاص بها فقط فيها 3700 مشترك. هنا تقوم بفتح حساب إخواني بتسجيل في الموقع، ضغط على هذا الزر وتقوم بتسجيل، بعدها إخواني ستظهر لك ثمن القنوات. هذه القنوات لديها 3750 مشترك ب$100. تصور أخي أنت في شهر تقوم بعمل 4 قنوات تقوم بتكبيرهم وتقوم ببيعها إخواني فقط ب$60. $60 في 4 قنوات يعني لديك تقريبا $240 من بيع قنوات بدون تعب عليها. أنت تستطيع في الشهر عمل أكثر من قناة إخواني بالطريقة التي أشرحها لك. تقوم بوضع فيديو في 10 دقائق لقناة واحدة، يعني في اليوم تستطيع العمل على أكثر من 10 قنوات بهذه الطريقة لمدة شهر، ستحقق أرباح خرافية. وعندما هنا شاهد إخواني هنا قناة 4.3 سبسكرايب منذ 5 أيام ب$150، وهنا كما تشاهدون $150، هنا 3000 فقط إخواني ب$600، يعني التفاعل يوجد تفاعل فيها، وبالطريقة التي شرحتها لك ستحقق تفاعل. هنا شاهد إخواني 11000 متابع فقط ب$220، والكثير من الأشخاص يقومون ببيع، شاهد إخواني هنا 3500 ثمن هذه القناة، أيضا هنا إخواني 100، هنا ثمن هذه القناة 2350، يعني أشخاص كثر يقومون ببيع القنوات في هذا الموقع. يوجد مواقع أخرى سأتركها لك، شاهد عدد لا نهائي من القنوات. وأيضا لكي تتأكد أنها طريقة مجدية، شاهد منذ 6 أيام، منذ 5 أيام، يعني كل يوم يقومون بوضع القنوات في هذا الموقع، لأن أشخاص كثر يقومون ببيع القنوات، يقومون بتكبير القناة ويبيعونها. هذا عندما تكون مبتدئ. وعندما تكون لديك رأس مال تستطيع شراء قنوات من فيسبوك وتقوم ببيعها هنا، هذه طريقة أخرى. نحن نعمل على الطرق المجانية للمبتدئين، يتعب قليلا ويحقق أرباح تصل إلى 6000 بهذه الطريقة. هذا هو درس اليوم إخواني، إن أعجبك تستطيع دعمي بالضغط على الزر لايك. أيضا إذا وصل هذا الفيديو إن شاء الله وعد مني 500 لايك، وسأضع لكم كورس مدفوع مجانا لكم في هذه القناة لربح من الأفيليات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.